بدي بلش معك من جلسة امبارح، لأن كان امبارح كتير فائع وجودك بقاعة مجلس النواب والجلسة التشريعية، على الرغم من أنه أنا بعرف موقفك أنه مصلحة الناس عندك فوق كل اعتبار، ولكن انطلاقا من هون امبارح خرقت موقف أو غردت خارج سرب موقف قوى المعارضة أولا وكتلة التجدد ثانيا. هل هذا التسريب أو التغريد خارج السرب رح يستمر لمرحلة ما بعد رئاسة الجمهورية؟ أولا ست روان ما تنسي أنه هذه المعارضة بتكوينها معارضة متنوعة، معارضة مشكلة من عدة أفرقة، فيها أحزاب وفيها ناس يتقنون السياسة من زمان وفيها ناس مستقلين مثل جداد وعندهم رأيهم الحر. نعم. مش ضروري نتفق على كل شيء، لكن بالعناوين الأساسية نحن طبعا في عنا اتفاق وفي عنا توجه سياسي معين. ضمن هذا الاختلاف أنا لقيت أنه امبارح الجلسة وجودي بالمجلس وليس في الجلسة تكون يعني دقيق، هو توصل رسالة أنه نحن مش ضد الناس ونحن مش ضد كل شيء بيتعلق بأمور الناس، لكن الأولوية تبقى بإيصال رئيس جمهورية اللي هو الاستحقاق الأهم في البلد، ولا شيء يجب أن يشرع عدم وجود رئيس جمهورية بلبنان. يعني هذه كانت الرسالة، لكن بنفس الوقت كانت أنه كمان أنه نحن مع الناس ومع حاجات الناس ونحن بنتضامن مع الناس، لكن للأسف بالوقت الحالي يجب أن تصب كل يعني الجهود أنه نوصل رئيس جمهورية. نعم، بس سعادتك سؤالي يعني مباشر رح يكون، لأن امبارح سمعنا كلام النائب جبران باسيل عم بيقول أنه ما في عاقل بكمل ب يعني معركة أو مواجهة نتيجتها فشل، وبالتالي لمح إلى خلص صارت مرحلة جهاد أزعور مرحلة سابقة. هل حضرتك مستمر بدعم جهاد أزعور أو عندك كمان نظرة أخرى لموضوع الاستحقاق الرئاسي؟ الجواب حيكون كمان مباشر وشفاف وصريح وبسيط. نحن متقاطعين مع التيار الوطني الحر على اسم واحد هو جهاد أزعور. طالما لم نتقاطع على اسم ثاني طبعا الحكمة تقتضي أنه نضل بجهاد أزعور، ماشيين بجهاد أزعور، وهذا ما سيتم فعله. كل شيء وما في اسم ثاني قادرين نجيب له فوق 59 صوت ما رح يكون حتى ولو هو ما مشي بجهاد أزعور. نعم، حتى لو التيار الوطني الحر مشي يعني بطل ماشي بجهاد أزعور، لأن امبارح كان كلامه واضح. لا، هو هسه ما تبنى غير جهاد أزعور. التيار الوطني الحر لن ينطلق إلى اسم ثاني طالما في اتفاق مع المعارضة وطالما ما في تقاطع على الاسم الثاني مع المعارضة. بقى بدنا نفتش إذا بده يصير فيه اسم ثاني، بدنا نفتش عليه، بدنا نتفق عليه، وبعدها حنروح بالاتفاق مثل ما عملنا بجهاد أزعور. لكن اليوم أنا بأكد لك أنه ما زال التقاطع المعارضة مع التيار ماشي بجهاد أزعور. امبارح بهيك زواريب المجلس كان عم ينحكى أنه ممكن يكون في إلك مبادرة أو ممكن تخطي المرشحين وتبلشوا تبحثوا عن مرشح ثالث توافقي، هل صحيح عم بتقود هكذا مبادرة جديدة؟ صراحة إيه عم بحكي فيها. أوكي. لكن أستا ما تبلورت لأنه يعني منك مقتنع باسم جهاد أزعور أستاذ أديب؟ لا طبعا مقتنع فيه، وقلت لك ما بتخلى عنه إلا ما يكون في اسم ثاني. أوكي. أكيد. أوكي. لكن تجيب التوافق الكلي صار لازم بتصور الأفرقاء كلها تحكي مع بعضها، لكن تحكي مع بعضها مش على أساس تسوي وعلى أساس هيمنة فريق على فريق. وما بدنا، أنا اليوم قلت بصريح العبارة أن الموضوع والخلاف صار أعمق
من انه بس نحكي برئيس جمهوريه. نعم. صار العلاج صار يعني جبنا رئيس جمهوريه، كيف بكره حندير الدوله؟ كيف بدنا ندير الدوله بمنطق مؤسسات؟ كيف بدنا نديرها بدوله قانون؟ ما المشكله اسا اعمق من هيك بين الافرقاء ومبينه بالديدلوك الموجود بالبلد. نعم. اذا صار لازم نفتش على مبادره يمكن افضل يكون فيها باكج ديل، انا هيدي فكرتي من الاساس. نعم. واضح انه ما عم نوصل لمحل بفكره بس ايصال. نعم. رئيس جمهورية. ولكن لقيت قابليه من الفريق الاخر التراجع عن دعم سليمان فرنجيه؟ لا. لا، مثل ما المعارضه لم تتراجع الان اقله علنا عن جهاد أزعور، كمان الفريق الثاني لن يتخلى بسهولة عن سليمان فرنجية ما لم يكن هناك بديل على صعيد وطني، يعني على صعيد باكج دين تقدر تمشي فيه وتنجح فيه ويكون عنده الأغلبية الساحقة يعني فوق 86 صوت. ما هو سعادتك المشكلة أنه ما بقى في غيركم وغير القوات متمسكين بالوزير جهاد أزعور، يعني الوزير جبران باسيل طلع حكي امبارح، واللقاء الديمقراطي كمان موقفه معروف أنه المرشح لهذه الدورة وفقط تماشيا مع التقاطع المسيحي، يعني ما بقى فضلتوا أنتوا بس بدعم جهاد أزعور. ست روان ما عندنا غيره، يعني ما في غير جهاد أزعور، وأنا برجع بقول لك التيار لم يتخلى عن جهاد أزعور. نعم. ولو شو ما حكي يمكن ما بعرف بالسياسة ما بده يفكسها كثير مع حزب الله التيار الوطني الحر. نعم. بده يكون خطابه يمكن ناعم، لكن لم يتخلى للآن عن جهاد أزعور، وتطمنك لن ينتخب التيار ولن يوافق على سليمان معروف فرنجيكي. معروف امبارح كمان كان واضح بهذا الخصوص. سؤال اخير سعاده النائب، هل حضرتك من بين المدعوين من النواب المستقلين للقاء لودريان، وماذا سيكون اللقاء مع لودريان برايك؟ نعم انا من المدعوين، وبالمبدا اللقاء سيكون نهار الجمعه. انا بقدر انه لودريان هلا بالوقت الحالي ما عنده شيء يعرضه، بعتقد جاي يستطلع اكثر من الافرقاء اللبنانيين، وحسب معرفه حيكون عنده زيارات متتاليه، يعني برايي هيدي جوله استطلاعيه اولى. وللاسف شو رح تطلب منه حضرتك كنائب مستقل؟ شو السؤال روان؟ شو رح تطلب منه حضرتك كنائب مستقل بما يخص الملف الرئاسي اللي هو جاي كرماله؟ هلا انا افضل ما احكي وما احضر، لانه انا يعني حاله لا يتدخل اصلا، لانه انا ضد اي تدخل دولي بامر سيادي لبناني، وانا هذا موقفي واضح، والحمد لله ما اجينا هلا من برا الا الخير، صار لنا سنتين ثلاثه، اذا انا مع لبنان هذا الاستحقاق. نعم. ونحن فينا سوا اذا تركنا الجلسات مفتوحه نقدر نوصل رئيس، ويلي بيطلع ان كان سليمان فرنجيه او جهاد أزعور او غيره نحن كلنا من هني. نحن نعم. بدنا الديمقراطيه وريحيه الدستور تطبق في تحت قبه البرلمان. النائب اديب عبد المسيح، انا بتشكر كثير اطلالتك اليوم ببرنامج هنا بيروت، شكرا كثير لك، وشكرا على رحابه صدرك وعلى انفتاحك وعلى انفتاحك على الاساليب الديمقراطيه كمان، بما انه انت رح تهني الرابح مين ما كان حتى لو كان مش من فريقك.